السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هذه الامراض الان الغير مشخصة، هذه الامراض التي تظهر على شكل اعراض وعياء وتوتر ويعني وظائف ثقيلة ونسيان وتنمل في الايدي والارجل، بعض المرات كيوقع حتى انتفاخات واشياء. هذه الان غير مشخصة، امراض غير مشخصة. في تحليلات الدم تظهر على شكل ايوزينوفيلات، يعني هذيك الايوزينوفيلات تكون مرتفعة، العدد ديالها يكون مرتفع. معنى الايوزينوفيلات مرتفعة انها شيخوخة الدم، لان الخلايا الاريتروميسيت، لان الخلايا ديال الدم ما خصهاش تشيخ بسرعة، هي عندها اطوار. هذيك الشيء علاش الخلايا البيضاء في التحليلة كيعطيوك هذاك يعني كل نوع، كيعطيكش غير العدد ديال لي جلوبي بلون، كيعطيك لي لانفوسيت واللي هذا، وكيعطيك العدد يعني كل صنف كل نوع. كاين انواع اللي كيعطيك خاصها تكون اقل من 200، نوع خاصو يكون اقل من 0.1 الى اخره. يعني بعض المرات الايوزينوفيلات ما كيكونوش 200، بعض المرات الايوزينوفيلات كيكونوا 2000، كيكونوا 3000. يعني بمعنى ان هذاك الطور ديال الايوزينوفيلات، ان الدم كيشيخ، الايوزينوفيلات ما كيأديوش الدور ديال الاريتروميسيت، ما كيقدروش يأديو الدور ديال الخلايا الاخرى. هذا من جهه، من جهه اخرى بعض المرات كنلقاو لي لانفوسيت، اللانفوميا، هذا اللانفوسيت مرتفع، ولكن ملي كنقصها من العدد ديال الكريات البيضاء الاخرى كنلقاو هذا. هنا كتكون اما لوكيميا ملي كتكون لي جلوبين بلون طالعين، ملي كتكون لانفوميا ملي كيكونوا اللانفوسيت طالعين. ويعني بعض المرات الاخوه الاطباء يردوا البال ملي كتوصل مثلا ل 20000، 19000، 20000، 21000، كيكون الدم باقي الحاله ديالو يعني 20000، ماشي كثير بالمقارنه مع 10500، ماشي كثير، ولكن كيكونوا بعدا واحد التورمات، شي ولاسس في الرئه مثلا، ولا كيكونوا بعدا ظهروا، ولا في العنق، شي ولاسس في العنق كيتنفخوا، ماشي بالضروره كيوصلوا 60000 و70000، ولكن يلا العدد ديالهم كيبدا شويه يطلع، كيكونوا الولاسس بانوا. هنا العليين، هذه سرطان الدم، هذا معروف سرطان الدم. فالغريب في هذا سرطان الدم هو كل مره منين كيبدا، كل مره منين مره كيبدا من الانيميا، ولذلك الاطباء الان بداو كيحضروا مع الانيميا، مره كيبدا من الانيميا، كتكون انيميا عاديه واحد الوقيته حتى تولي هذا. مرات ما كيبداش من الانيميا، مره كيلقاو الاطباء لي زيماسي، هذو الكريات الحمراء، كيلقاو 4.5 جيد هائل، كيلقاو ليماتوكريت جيده، كيلقاو الفي جي ام جيد، كيلقاو كل شيء جيد، حتى الهيموغلوبين كيلقاوها جيده. يعني كيطمئنوا كيقولوا عليا ما كاينش انيميا، ما كاينش انيميا، ولكن كيكون الصف ديال الكريات الحمراء والخصائص ديالها، لان ما كاينش الكريات الحمراء، وكاين الحجم ديالها، وكاين الهيماتوكريت، وكاين الهيموغلوبين، يعني لان الحديد فين كاين. فهنا ملي كيجيو لتحت كيلقاو اشياء اخرى لا تتعلق به، اشياء اخرى. ولذلك الان كاين انزيمات وكاين مؤشرات كتعطى مع التحليله ديال الدم، لمن السي ار بي، علاش؟ لان السي ار بي كتبين لداخل الجسم شنو كاين، ولكن مع المرات الالفا فوتو، وكاين مع لي جاما جلوبي، وكاين لي ترانزاميناز، وكاين لا فوسفاتاز الكالين، كاين لا ليباز، كاين يعني اما انزيمات اما مؤشرات. بعض المرات كيطلبوا حتى لي ماركور تيمورو، كيطلبهم الطبيب باش يشوف بعدا قبل ما يمر التشخيص مثلا بالالات، يشوف بعدا شنو الحاله ديال الدم. الحاله ديال الدم هي امراض الدم، هي امراض تعطي جميع الحالات الجسم، جميع الامراض الموجوده في اعضاء الجسم هما كيبانوا في الدم. هذه الان تحليله مثلا ديال سيلياك، مالا سيلياك، يلا عاد ولات بان التحليله ديال الدم كتبين سيلياك. كنوجدوا مكونات في الدم اللي ما كيكونوش، يعني مثلا تحليلات الحساسيه، الاي جي جي، الاي جي جي، دابا التحليلات الحساسيه ولات بالدم، يعني ولا الطبيب كيطلب التحليله ديال الدم، كيشوف الاي جي جي مرتفع، يعني واحد النسبه عاليه، يعني كيقول الشخص بان عنده حساسيه. ماشي غادي طبعا غادي يفحص الفحص الفيزيائي للجسم، وغادي يشوف اشياء، نعم غادي يشوف الاعراض، الام ديالو غتقول له الطفل راه كيتخناق، راه كيزرق، راه كيدير، نعم. فهنا ولكن كتبقى التحليله ديال الدم هي اللي كتوري كتبين لنا هذا. فهذه هي امراض الدم، ملي كتكون السير بي طالعه، ملي كيكونوا الجاما جلوبيلين طالعين، ملي كيكون مثلا الالفا فوتو طالعه، ملي كتكون ليباز طالعه، ملي كتكون ليباز طالعه عندنا بونكرياتيت، عندنا يعني عندنا البونكريا صافي مشى، ملي كتكون مرتفعه، ولا كيكون مثلا الفيريتين، يكون اشياء ناقصه، كتكون مثلا الفيريتين طالعه ولا هابطه، كنعرفوا الحاله ديال الجسم شنو واقع. علاش؟ لان الدم هو الذي يتوزع على الجسم، هو الذي يصل الى جميع الخلايا، معنى ياخذ اكسجين من الرئه،
حنا كنقولوا اكسجين غادي ياخذ اكسجين وديوكسينات وغادي ياخذ معادن ثقيله وغادي ياخذ يعني غازات سامه وغادي ياخذ كل شيء مع الاكسجين الكربون وحادي اكسيد الكربون وغادي ياخذ الكبريت وغادي ياخذ الرصاص وغادي ياخذ يعني اشياء معاه ملي نعم لان طبعا ملي كيوصلوا لي زالفيول في البومون ملي كيجي الدم كياخذ لي شانج غازو كياخذ معاه يعني التبادل الغازي كياخذ معاه هذه الاشياء هذه معناه ان التسممات الان عبر الانيليشن عبر الاستنشاق هي التسممات الان اكثر من تسممات عبر الفم الانجيشن يعني الانجيستيو اللي كناخذوها مع الماء ولا مع الاكل هذا ثم عاد لراديياسيون لراديياسيون اما كناخذوهم مع الاكل اما كناخذوهم مع الاستنشاق اما كناخذوهم مباشره على الجلد هادو يعني الذبذبات والاشعه هادو فهنا الدم الان هو الوسط اللي معرض اكثر للتسممات ديال التلوث هذه اللي خاص الناس يعرفوها يعني دخان السيارات والديوكسينات اللي كاينه الان في خصوص المدن الكبرى ثم الغاز غازات الطبخ هذاك الغاز داخل المنزل ما خصش يشموه الناس نهائيا خص القنينه تكون على خارج ولا حتى البلاصه اللي كيطبخوا فيها خصها تكون على خارج المنزل ثم بعد الكوزميتيك بعد مواد التجميل ثم المطهرات الان اللي كيستعملوها الناس خصوص المطهرات الان اللي كتستعمل في الاله هذاك المسحوق اللي كيتعمل في اله التصبين الا مشاو الناس قاسوه بيديهم وكالوا بها لا يلوموا الا انفسهم لاشياء ان الصانع صانع هذاك المسحوق للاله ولا يتحمل المسؤوليه. نعم هي حتى الا ولات يدك فيه كتحس بواحد نعم اكيد وتشميه ملي كتكى على الغساله ملي كتعمل فيها المسحوق وتكى على الغساله كتشمح واحد هذيك تمشي مباشره للدم مكونات الطياره هذه تمشي مباشره للدم وان بعض الاطفال اللي ما كانوش كيعرفوا كان الطفل كيحبوا وكال هذاك المسحوق انا كنعرف تقريبا شي ثلاثه الحالات انهم اكلوا هذاك المسحوق وان عندهم لوكيميا محققه لوكيميا يعني بعد شهرين كانت تحليله ديال الدم الطفل عنده لوكيميا ما فيهاش لا فهنا باش نوريو الناس منين كتجي امراض الدم احسن ما نعطيهم الانواع هي 400 ولا 500 نوع ديال امراض الدم الان كاين الامراض المعروفه لا ليست حتى امراض ليست مشخصه ملي كيكون اي حادث في الجسم كنلقاوه في التحليله ديال الدم هذا ولذلك الطبيب باش كيبدا دائما بالبيلون صافي اول حاجه تيقول لك عملنا بيلون بعدا يشوف شنو كاين ومع البيلون دائما كتشوفي بان كيرافق البيلون كيرافق فيه لي ترانزاميناز باش يشوف قضيه الكبد وكيرافق كما قالوا بين الالفا فوتو مع السي ار بي كيطلب من الطبيب ثم على حسب المريض شنو الطبيب شاف عنده اما كيطلب الاي جي جي ديال الحساسيه اما كيطلب اشياء اخرى طبعا اللي غادي توريه هذاك يعني لهذاك المرض واش هوتينغتون واش سرطان واش باركنسون واش اشياء هذا اللي كتكون تراكمات يعني ديال هذه المكونات ديال اي مرض تكون في الدم امراض الدم الان هي كما قلت لغير مشخصه ولغير معروفه بدات تظهر مع التغيير الوراثي مع يعني المواد الغذائيه المغيره وراثيا اللي قلت بان هذا الطبيب الامريكي هو اللي تنبه لهذا المشكل ديال التريبتوفان ان الان جل المكونات الان هي اصبحت عبر التغيير الوراثي لكانت في الادويه ما غاديينش نتناولوها كلنا ولا ما غنتناولوهاش يعني طول العمر نتناولوها لما نصاب بمرض ولكن الا كانت غذائيه فغادي نتناولوها يوميا فكنلاحظوا على ان عليا انا ما تفاجئتش بسرطان الدم الان ما تفاجئتش والله لم افاجئ لان من الثمانينات كنا نقول بان سيكون حساسيه عند الناس المحاضرات اللي درت في 1996 قلت بان سيكون حساسيه من طنجه حتى للقويره على الشريط ديال المحيط الاطلسي وغادي تكون في المدن الكبرى كاع الاطفال اللي غادي يزدادوا بالحساسيه انا يعني في التسعينيات كنا كنقولوا بان الحساسيه كنا عارفين بان انواع السرطان ديال الثدي والرحم هذه المعروفه ولكن سرطان الدم الان في المغرب غادي يرتفع سرطان المراره وسرطان الدم البنكرياتيت سرطان البنكريا عندنا المشكل ديال المخ مع العظام هذا علاش لان العظام كيجيو من سرطان الدم يعني من هذا المشكل ديال اللوكيميا واللامفوميا كتعطي للعظام كدوز ميتاستاز ديال العظام كتعطي كيوليو دي فوي علاش لان هي اصلا كيديروا الكريف هما الاطباء كيعملوا واحد يعني زرع هذاك النخاع الشوكي اللي عندهم هذا المشكل هذا ديال اللوكيميا ما كيخدمش دائما النخاع الشوكي خصهم يلقاوه اولا والا لقاوه ما كيخدمش دائما يعني مش 100% فهنا التراجع الى الناس تراجعوا اولا انت في السؤال ديالك تفضلتي ان للوقايه ان يحاولوا الناس يلتزموا باكل طبيعي وان ما تعيش طبيعي كذلك